كنت مريح في الماحل ديالي في التربيه الله غنسدو شويه سمعنا الخبطه من الفوق خرجنا كنجري وقينا واحد السيد من الارض سمعنا الخبطه بوك السيد طاح من الفوق من الكاتريام ايطاج وقت جينا كنشوفو كان السيد من الافارقه واحد من الافارقه طاح ولا ما عرفتش شنو وقع ليه الطوموبيل هي هذيك عيط الامن ووقايه المدينه جاو تكلفوا وقضوا الغراض والامور كلها داس بزاف هي كيسكنوا في الافارقه الناس مخلطين فهمتي كل واحد وكيفاش شي حاجه ما كان لا صداع لا والو عادي الامور عادي الدرب هاني كلشي هاني كلشي داخل سوق راسو بخير وعلى خير حتى سمعنا الخبطه السيد طاح من الفوق خرجنا كنجري ولقينا السيد طاح من الكاتريم ايطاج على الطوموبيل ديال الصديق ديالنا في الدرب وعودنا البوليس والبومبيه جاو شافوا المسائل وداس كلشي داروا الاجراءات ديالهم كلشي داس بسلام